لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي ليلاس شاهين، أستاذة اللغة العربية وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لمكتبة اقرأ واستمتع. أستاذة ليلاس، أهلا بك معنا. هل لك أن تعطينا معلومات أكثر عن شهر القراءة، أهميته وأهدافه؟ السلام عليكم. مبدئيا أستطيع أن أقول بأن شهر القراءة بعد إصداره من الشيخ خليفة بن زايد في قانون الوطني للقراءة في نوفمبر 2016، كان هناك عدة اتجاهات ومبادرات من اتجاهات أو من جهات اتحادية محلية أو من مؤسسات القطاع الخاص. في 2017 وصلت إلى 900 فعالية قرائية تقريبا، والشيخ محمد بن راشد أصدر صندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم، كما أن هذه الوجهة كانت مرسومة حتى 2026 لنصل إلى مجتمع قرائي من الدرجة الأولى، ولتكون عادة القراءة بنسبة 80% عند الطلبة. لذلك كانت هناك عدة مبادرات في المدارس والمراكز الحكومية بشكل عام. طيب، يعني ليلاس، ما هي الأنشطة المتعلقة بمبادرة القراءة 3، وهل هي تركز على فئة الأطفال فقط؟ هي ليست لم تكن موجهة فقط للأطفال، وإنما للمجتمع ككل. يكون جميع أفراد المجتمع لديهم ثقافة المجتمع القارئ أو لترسيخ القراءة في هذا المجتمع. كانت هناك عدة مبادرات، منها مبادرة كريمة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لترسيخ ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، حيث فتحت باب التسجيل في عضوية مكتبة اتحاد الإمارات التابعة للمركز مجانا خلال شهر مارس الجاري، على أن تكون العضوية لغاية شهر ديسمبر 2018. طيب، ماذا عن الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تجري في الإمارات في شهر مارس للتشجيع على القراءة؟ مثلا كنت سأقول بأن هناك أيضا منح للجهات المحلية والاتحادية بنسبة خصم وقدرها 55% على أسعار البيع المباشر للكتب والمنشورات بشكل عام. هذه إحدى المبادرات الكريمة التي ستصل نسبتها ليست فقط حسومات، وإنما هناك بعض الكتب التي سترسل إلى المدارس بأسعار رمزية نوعا ما. نعم، ليلاس شاهين، أستاذة اللغة العربية وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لمكتبة اقرأ واستمتع، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك.